على شروط ديال تدريب فريق الرجاء البيضاوي وشروط حمل قميص فريق الرجاء البيضاوي، لان تنعرفوا ليكزيجونس ديال الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي، بان الحضور هنا كله تذكر بان فريق الرجاء البيضاوي في واحد الوقت كان تحت المرتبه الاولى، فارق مجموعه ديال النقاط على المطارد، ولان الجمهور ما كانش مقتنع بالطريقه ديال اللعب ديال الفريق، فتم انفصال على المدرب، وبالتالي فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي مطلوب منه انه يلعب مزيان ويربح ويحقق الالقاب، وبالتالي هادو هما الشروط. حنا جينا للنادي ديالنا باش هاد الروح نزرعوها في اللاعبين، تنظن بان اللاعبين كانت عندهم الروح، لان هاد المجموعه اكثريه اللاعبين اللي كانوا فيها هما فازوا بجوج ديال الالقاب من قبل، وكاين اللي كان حاضر فاش فازوا بكاس العرش، يعني ثلاثه ديال الالقاب، ولكن الان كاين واحد المرحله اخرى باش نعودوا نرجعوا لهذاك المستوى هذاك اللي اللاعبين تقدموا عروض في المستوى ويقدموا كذلك القاب للجمهور الكبير، لان الجمهور ديالنا فهو جمهور كما تيبغي الكره زوينه كما تيبغي الفرجه فهو تيبغي تنتصر، وبالتالي هادو جوج ديال الحوايج مهمين بالنسبه لنا باش نزرعوهم في اللاعبين، لان اللاعبين هما لي زاكتور في التيران، لان هاد اللاعبين الا تحلاو بهاد السمات هادو فهم ملي غيدخلوا الملعب ما يمكن الا انهم يقدموا عروض في المستوى وانهم ينتصروا، لان فريق الرجاء البيضاوي مطلوب منه انه يسجل اهداف، مطلوب منه انه يكونوا عنده لاعبين جيدين في الدفاع، مطلوب منه انه يكونوا وسط الملعب ديالهم في المستوى، لان كل خط من هذه الخطوط فهو عنده ارث، وبالتالي الجميع تعرف شكون هما اللاعبين اللي دازوا في هذه الخطوط هذه، وبالتالي اللاعبين الحاليين فخصهم يكونوا حاسين بالمسؤوليه باش يقدموا المردود اللي تتسناه منهم الجماهير ديالهم ان شاء الله.